الأفضل التي سوف تحصل على بطاقة التأهيل هنا في هذا الصباح الجميل 28 من شهر أكتوبر لعام 2016 الميلاد. الله الله الله، أسرار أسرار، سمحة سمحة، الكيلومتر الأخير بدأنا نقترب هنا من هذه اللوحة، من هذا الانطلاق القوي. بدأ أيضا من دحبة يحرك أسرار، بدأت تنطلق على الصدارة الأولى محمد بن حمد بن دحبة العامري، العامري على المركز الأول. الكيلو الأخير، وصلنا هذا الكيلو. الله الله، سمحة 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 سمحة، سمح الله دربها يا سمحة، أداء كبير، انطلاق تلقائي بدون أي أوامر. الله 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 الله، حرك بن رشيد وراح عاشق السلالة الشاهينية. يا سلام يا جميرة، يا سلام يا جميرة، أشكرك يا أبو سعيد يا أبو مانع على هذا الانطلاق القوي. 50 كيلو متر في الساعة السرعة، ما شاء الله تبارك الله. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم هذه الانطلاقة مع سمحة على المركز الأول، اسم عملاق وخطر، هذا الاسم الكبير، هذا الاسم الخطير. سمحة أيضا تحمل الرقم واحد في الشوط الأول في المركز الأول، تنزل في المدرج الأول. يأتي خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم هذه الانطلاقة من الأربعمائة متر وعلى الهواء مباشرة. نهني أيضا مالك سمحة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على هذا الفوز والانتصار. سلام 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 على هذا الأداء، جميرة وشواطيها بالفعل تستاهل السلام على هذه النجومية الرائعة مع هذا الشعار الأخضر المطرز بالأبيض. بالفعل يأتي كما عودنا بنجومية الكبار مع أيضا بن رشيد. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم هذا الأداء ويقول هذا جديدي، هذا هو أسبوعنا الثاني ودورينا الثاني لسن الكبار في عاصمة الميادين. سلام إلى خليفة بن سلطان بن رشيد. المركز الثاني أسرار لمحمد الحمد بن دحبة العامري، المركز الثالث وصلت غزوة لسعيد بن حمد بن عمير الشامسي، المركز الرابع وصلت شواهين ناصر بن مبارك بن عبيد أيضا بالحرز الشامسي، والمركز الخامس كانت هلا هنا أيضا يأتي مع هلا محمد بن زيد بن محمد بن زيتون المهيري. هذه هي نتيجتنا، هذه هي انطلاقتنا لمسافة 6 كيلومترات. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، لنا عودة بالتوقيت الزمني هنا لحظات وصول سمحة بالمركز الأول بلمسات الزميل أسامة الهواري. هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام على هذا الأداء الكبير، ما شاء الله نجومية ولا أروع. التوقيت الزمني سمحة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم سمحة ويقطع مسافة السباق في 9 دقائق و31 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، بينما اللي احتلت المركز الثاني كانت أسرار مع الموعد محمد بن حمد بن دحبة العامري، حيث قطعت مسافة السباق في 9 دقائق بلا شك من مسافة 6 كيلومترات، قدمها أيضا بمنافسة ولا أروع. أيضا يأتي مع أسرار ب 9 دقائق 36 ثانية جزءا واحدا من الثانية، بينما غزوة من احتلت المركز الثالث سعيد بن حمد بن عمير الشامسي وصل في هذه اللحظات ليقدم 9 دقائق 36 ثانية، 9 دقائق 36 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام شاهدنا أحداث أول أشواطه هذا اليوم، انطلاقة أيضا سن الثنايا. نذكر أيضا بانطلاقة الفترة المسائية والخاصة بثنايا أصحاب السمو الشيوخ، سوف تكون بمشيئة الله وتوفيقه في تمام الساعة 2:30 من ظهيرة هذا اليوم. ننوه بأن انطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة 2:30 من ظهيرة هذا اليوم.